أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط في إعطاء الزكاة للشخص أن يأتي بتزكية من الإمام أنه بأنه محافظ على الصلاة، أم يكتفى بنقل أحد الأشخاص؟ هل إيش؟ هل يشترط في إعطاء الزكاة للشخص أن يأتي بتزكية من الإمام بأنه محافظ على الصلاة، أم يكتفى في ذلك بنقل أحد الأشخاص؟ إذا كنت تعرفه فأعطه بدون أنك تطلب منه تزكية، وإذا كنت لا تعرفه اطلب تزكية من الثقات، من القضاة ولا من الناس المعتمدين في الإثباتات اللي يثبتون أنه فقير أو أنه مدين. لازم من إثبات، اللي ما تعرفه لازم من إثبات. هذا إذا كنت بتعطيه مبلغا من المال من الزكاة، أما تبي تعطيه ريال ريالين 5 ريال، هذا عطوه وخله يروح، ما يحتاج إثبات. نعم.